مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم أولادي وبناتي، خوتي وخواتاتي. نطلب الله تكونوا كاملين بخير وفي صحة جيدة، وأحوالكم وأموركم يكونوا على أحسن ما يرام، ويا ربي توفق لكل واحد الفعل الخيرات، ويا ربي ترزق كل وحدة راها محرومة من الدرية الصالحة، الله يرزقها بالدرية الصالحة، وكل بنت وكل ولد مدين يدهم الحنة، الله يرزقهم بالزوج أو الزوجة الصالحة إن شاء الله. قبل ما نبدي الفيديو بغيت نشكر كاملين، المهم اللي دار فيا الثقه وراه يتفرج فيا، واللي دار فيا الثقه وراه يدعمني، كنقول له الله يجازيك بخير والله يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله يا رب، ونتمنى من الله نكون عند حسن ظنكم جميعا. اليوم ان شاء الله غادي نتحدثوا على الشقيقه او الصداع النصفي. والشقيقه كاين اللي كيحس بها كامل فراسو كامل، وهي كتختلف من شخص لاخر، والاعراض ديالها كيكون صداع، وداك الصداع كيكون معاه دبدبات عباره عن ضرب بحال مطرقه، يعني كتحس براسك شي واحد كيضربك للراس، وكتكون حساسيه من الضوء، يعني الواحد كيكون عدم تحمل الضوء، يعني يشوف الضوء، وكيكون عدم تحمل الضجيج، وكي الواحد كيحس حتى بشويه البرد في راسه، يعني بحال اللي البرد كيدخل له في العظام، يعني العظام الداخل البرد كيدخل فيهم. الغثيان يعني ملي كتوصل لواحد يعني لواحد الحد، يعني صافي الشقيقه راه تفشات بزاف، كيكون غثيان، كتكون دوخه، يعني هاد الاعراض هذا راه ما يحس بهم غير هذاك اللي يكون عايش به، عايش يعني هاد الشقيقه هذه، الله يحسن العوان والله يشافي كل واحد. وانا علاش راني نهضر لكم على هذا الشيء، لان انا كما قلت لكم راني مريت بهذه التجربه، وان شاء الله غادي نحكي لكم تجربتي، واخا غادي نطول عليكم شويه. الاسباب هي اسباب، كاين الاسباب وراثيه، وكاين عاود كاين في الفتره ديال قبل الحيض بالنسبه للنساء، ديك النهار ولا يومين قبل ما كتجي الحيضه كيحسوا بالوجع تاع الراس، وبعد عاود كاين ملي تكون باغي تمشي بالنهار، يعني النهار التالي ولا عاود كاين كيحسوا النساء كيحسوا بالوجع تاع الراس. وكاين بعض النساء اللي ما يتوالمهمش دوك الحبوب منع الحمل، حتى هما كيديروا لهم الاخر، كيديروا لهم الصداع النصفي يعني الشقيقه. غادي نحكي لكم على تجربتي. بالنسبه ليا انايا هذه واحد 15 عام ولا عاد اكثر، كانت الشقيقه كانت دايره لي بزاف، يعني واصله لواحد الحد اللي صافي ما كنتش نقد نرفع راسي، وما كان نوضش، وراكو عارفين الوليدات صغار وهادي وهادي. واحد النهارات كنت دايا ولدي الصغير باش ندير له التلقيح، ملي مشيت باش ندير له التلقيح تلقيت وحده تما في المستوصف، شافتني في واحد الحاله قالت لي مالكي، قلت لها الشقيقه، قالت لي ديري الحجامه، قلت لها ودي بغيت ندير الحجامه ولكن المشكله ما عرفتش فين نديرها، لان باغي نديرها عند الطبيب. قالت لي راه واحد الطبيب هنا، الطب العام سميتو الراسي عندنا هنا حنا في وجده، قالت لي هو كيديرها وراه الله يعمرها سلعه. سيفري مشيت شديت الرونديفو عنده ودرتها في ديك السيمانه هذيك، والله العلي العظيم من ديك الوقيته كنديرها كل عام، الحمد لله الحمد لله. بريت من الشقيقه وجاني الضغط المرتفع، بقى الضغط عندي مرتفع، واخا هكاك بقيت نديرها كل عام، لان قريت عليها تصلح حتى للضغط المرتفع، كنديرها كل عام والحمد لله. واخا كنشرب الدواء يعني متبعه مع الطبيب تاع الضغط، وهو الراس والطبيب ملي قلت له كندير الحجامه وهذه وهذه اعطاني الدواء خفيف، يعني غير باش مكمل للحجامه. وسبحان الله سبحان الله، صدقوني كيكون الضغط عندي مزيان مزيان مزيان، ملي كتوصل وقت الحجامه كنديرها من العام للعام في الربيع، ملي كتوصل وقت الحجامه كيبقى يطلع لي الضغط سبحان الله، يعني خصني ندير بحال انذار، خصني ندير الحجامه. الحجامه غادي تقولوا لي لا وهذه وهذه ومؤخرا هذه وهذه، غادي نقول لكم الحجامه راه وصى عليها الرسول عليه الصلاه والسلام في ليله الاسراء والمعراج، راه الملائكه هما اللي وصاوا الرسول عليه الصلاه والسلام،
وقالوا له وأمر أمتك بالحجامة بما معناه الحديث، ما رانيش حافظته نيشان، ولكن الحجامة راها سنة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إلا ما درناهاش وقائية ولا علاجية ولا شي حاجة، نديروها ونحيو بها السنة نتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. غي واسمو خصنا نديروها عند طبيب مختص، يعني الطبيب بحال هذا، الطبيب العام يعني عارف البلاصه نتاع العروق فين، وعارف البلاصه نتاع الحجامه فين، قاريها. وما شاء الله كما قلت لكم راه 15 عام ولا اكثر وانا كنديرها وكيديروها العائله ديالي. وهذه واحد العامين ولا 3 سنين الولد اللي كنت حامله به، وكانت عندي في الشقيقه في ديك الوقيته، حتى هو جات وراثيه، حتى هو تورثها عليا. هذه واحد العامين ولا 3 سنين كان صافي وقف لي، وخصوصا انه كانت التاسعه وخصو الامتحانات وهذه وهذه، ديتو بعدا عند نفس الطبيب. قلت له باش يدير لي الحجامه، قال لي لا ما نقدرش ندير الولد ما عندوش 18 عام ما نديرلوش الحجامه رطبه، ندير له غير الحجامه الناشفه، يعني ما يسيلش ما يجرحهاش الدم. قلت له غير ديرها له. قال لي واش مهم، اقنعته بزز يعني بالسيف عليه باش دارها لي. وقلت له انا ينسني لك داكشي، انا نتحمل المسؤوليه ونسني لك وكلشي، غير ديرها له. زعما عندي الولد ما شاء الله عليه كان يعني صابور ويقد، وانا نعرف ولدي ونعرف القدرات تاع ولدي، وزعما وحقا دارها له. والطبيب في التالي قال لي ما شاء الله عليه يعني قدر يتحمل كل شيء، اقسم لكم يمينا درتها له درك علي 3 ديال المرات ولا كل عام كنديرها له. والله العلي العظيم من بعد ما كان يشوف ضو، من بعد دائما داير الشاشيه، من بعد دائما مريض، دايما مسكين ناعس، دايما مسكين فيه التقيه، دايما واش غادي نقول لكم، واحد الحاله ما علم بها غير الله. الحمد لله الحمد لله، ملي وضبط له على الحجامه كل سنه الحمد لله، اليوم عايش حياته طبيعيه. كل سنه في الربيع كنديرها له والحمد لله. البنات الاخر الوصفه الثانيه هي زريعه الكتان، كتجيبيها وكتمسحيها، تنقيها وتمسحيها وتحطيها في شي قرعه، وكتخلي حتى كينوض فيك الوجع، وكتبقاي تطحنيها وتشربيها مباشره. ملي كينوض فيك الوجع غير كطحني كتشربيها، وان شاء الله ربي كيحيد داك الوجع ويخفف داك الوجع. وهذه راها مجربه، هذه البشنيخه ولا الخله حتى هذه سبحان الله كتبخري بها، يا اما الا كان عندك الجمر يعني كديري مجمر هكذا وكتحطيها فوقها ويطلع معك داك الدخان ديالها هكذا مع النيف ومع راسك ومع الجسد ديالك، حتى هي مزيانه. الا ما عندكش غير كتشعليها هي بحال هكا، كتشعليها هكا بريكا ولا وقيد ولا شي حاجه، وكتبخري بها هكا لوجهك وراسك، وان شاء الله ربي كيجيب الشفاء. الوصفه الثالثه ولا بليتو الرابعه بعد يعني الحجامه، حسبت الحجامه وصفه، يعني كديري هكذا الخل، خل التفاح، وخل التفاح راه فيه انواع واشكال كثيره. كتجيبي ديري في قطنه بحال هكذا ولا قطنه، ولا كتدهني به كامل شعرك في ديك الوقيته اللي كيكون راسك يوجعك، وان شاء الله ربي كيجيب الشفاء، والله يشافي ويعافي كل مريض. انا ننصحكم وعن تجربه، وربي راه شاهد على ما اقول، ان الحجامه هي راها رائعه، وكديريها وكتهناي بالمره، يعني كتبقاي مره في العام كديريها، وراها ساهله يعني ماشي شي حاجه كثيره. وغي واسمو الانسان يمشي يديرها عند دكتور، ماشي يديرها عند شي واحد هكذا على برا غير كل من هب ودب يدير الحجامه، ولكن الانسان يمشي عند دكتور ويديرها. اللي نقدر نوصيكم عليه وكيوصيو عليه حتى المختصين، الرياضه ديال المشي لمده نصف ساعه اضعف الايمان، كثره شرب الماء، يعني خصنا نشربوا الماء بزاف ونتجنبوا الشمس، يعني بالنسبه لهادو الناس اللي كان عندهم الشقيقه ولا عندهم قابليه للشقيقه. عدم تناول الحبوب منع الحمل بالنسبه للنساء اللي كدير لهم هاد حبوب منع الحمل، كيديروا لهم الشقيقه من يوجعوا لهم الراس يعني حرق الراس، من الاحسن ما يشربوش الحبوب. نتمنى من الله نكون فدتكم في هذا الفيديو، واش غادي نقول لكم، الله يجازيكم بخير، واللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الله يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا.
بارطاجيو بحال هاد لي فيديو هادو، بارطاجيوهم راه دلوا على الخير كفاعله باش يستافدوا كاع الناس وتعم الفائده على الكل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.